فتره الاجنده الدوليه ان لعيبه تبدا تدخل في الاحتكاكات الدوليه، فده شيء مهم جدا للاعبي النادي الاهلي أكيد. قبل مباراه الهلال السوداني. ايضا نروح برضو للدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي علشان يحطنا برضو في الصوره واخر الترتيبات للمباراه المهمه بكره النادي الاهلي امام الهلال السوداني. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور سعد، تحياتي ليك وتحيات زميلي محمد سعيد. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن اسامه واستاذ محمد طيب وكل متابعينك وكل جماهير النادي الاهلي طيبه وحضرتك كل طيب. الناس في مصر بخير وصحه وسعاده. وحياك طيب، فرصه وحياك موجود معانا يعني مجهود كبير من مجلس اداره النادي الاهلي، لجنه المباريات، اداره الاعلام في النادي الاهلي خلال الايام السابقه علشان مباراه بكره يا دكتور سعد، حطينا في الصوره واخر الترتيبات. يعني الترتيبات في الحقيقه اكتملت، لكن خليني اقول لحضرتك البدايه كانت ازاي. البدايه في الحقيقه ان النادي الاهلي بمجلس ادارته برئاسه الكابتن محمود كانوا حريصين منذ انتهاء مباراه القطن الكاميروني ان احنا نتحرك بسرعه كبيره جدا، لان احنا كنا برضه عارفين ان الاجراءات تستغرق وقت. فاحنا خاطبنا في الحقيقه السلطات الامنيه، وكانت السلطات الامنيه في الحقيقه مستجيبه لطلب النادي الاهلي. وخليني هنا انتهز الفرصه واوجه الشكر الجزيل لوزاره الداخليه في الحقيقه ممثله في وزير الداخليه على استجابتهم لطلب النادي الاهلي ويكون الجمهور بهذا العدد الكبير 50,000 متفرج بالاضافه الى 2500 متفرج لنادي ايضا الهلال السوداني وفقا للائحه الاتحاد الافريقي اللي هي نسبه 5%. وكنا احنا بنتحرك بسرعه، وتحركنا ايضا مع بعض المؤسسات الوطنيه زي شركه السادات وايضا شركه تذكرتي، وكان في طرح ال 50,000 تذكره. يمكن الجميع كان متابع ان ال 50,000 تذكره لم يتجاوز عدد ساعات الطرح اكثر من 8 ساعات، وده بيعكس الاقبال الشديد من جماهير النادي الاهلي ورغبتها الحثيثه في ان هي تشجع وتؤازر فريقها في هذه المباراه الهامه. ان شاء الله ربنا يحالف يعني لاعبتنا التوفيق ويقدموا مباراه تليق باسم وتاريخ النادي الاهلي ايضا وتحقق طموحات جماهير النادي الاهلي. مش بس عملنا كده، لا، لجنه المباريات كانت في حاله انعقاد مستمر بتنسق مع كل السلطات الامنيه وايضا الوزارات المعنيه زي وزاره النقل ايضا ووزاره الداخليه لتخصيص خطوط سير تتحرك من الميادين الرئيسيه والمواقف اللي هي في الاقاليم عشان الجمهور اللي جاي من كل محافظات الجمهوريه يبقى فيه تيسير عليه للدخول الى مقر الاستاد. كمان احنا عملنا حمله توعيه من خلال اداره الاعلام نوعي جماهيرنا في اماكن الدخول وبوابات الدخول لكل درجه عشان ما يبقاش فيه اي مسارات غير صحيحه وبالتالي ترهق جمهورنا، نقدر نحافظ عليهم كمان، خصوصا ان المباراه في شهر كريم هو شهر رمضان المبارك. ربنا يعيده كده على كل مصر وكل جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي الموقر بكل خير وسعاده. ده كمان احنا على المنصات الاعلاميه بتاعه النادي الاهلي كنا عاملين فيديوهات توعويه بتوضح المسارات بتاعه الحركه، بوابات الدخول، وكمان كان في لقاء مع مدير هيئه استاد القاهره اللي انا بتوجه ليه بالشكر الجزيل ايضا لانه عمل عمليه صيانه سريعه لاستاد القاهره عشان يستقبل هذه المباراه الهامه. ده كان ملخص الاجراءات اللي احنا قمنا بيها في النادي الاهلي من خلال مجلس ادارتنا برئاسه الكابتن محمود، ربنا يشفيه ان شاء الله ويرجع لنا بالسلامه، وايضا لجنه المباريات اللي كانت مشكله من قبل المجلس وايضا الادارات المعنيه في النادي الاهلي. طيب دكتور سعد، في نقطه كمان مهمه عشان جمهورنا اكيد بيتابعنا، موعد فتح باب الاستاد او ابواب الاستاد هتكون الساعه 4 العصر، وده بالتاكيد هيكون قبل الفطار، وموعد غلق البوابات هتكون الساعه 8. في حال مثلا اذا، وانا عارف طبعا ده مش هيحصل، الاستاد لما يفتح 5 او 4 مثلا في خلال ساعه يكون اكيد الجمهور كله موجود، ولكن نفترض مثلا في جمهور هيجي بعد الفطار وللساعه الرسميه او المقرره لسه ما اكتملتش بشكل كبير، هل ممكن بعد الساعه 8 يفضل البوابات مفتوحه للجماهير اللي ممكن تتاخر شويه بحيث ان يبقى يعني في، خلينا دايما نتحرك في اطار الخط المرسوم اللي هو من قبل الجهات الامنيه والجهات المسؤوله عن تنظيم المباراه زي الشركه الافريقيه. تمام. احنا ان شاء الله زي ما حضرتك تفضلت مشكورا يا استاذ محمد، البوابات سوف تكون مفتوحه من الساعه 4، واحنا نفسنا كمجلس اداره وكاداره تنفيذيه هنكون موجودين في الاستاد من بدري عشان نخفف الكثافات بتاعه الدخول على البوابات. كويس جدا. احنا بنناشد طبعا وكلنا ثقه في جماهير النادي الاهلي، ان جماهير النادي الاهلي زي ما عودتنا دايما وزي ما بتقدم النموذج والقدوه مش بس لجماهير كره القدم المصريه، لكل جماهير القاره الافريقيه، هم هيكونوا موجودين
ان شاء الله في المواعيد اللي حددتها الجهات الامنيه. الجهات الامنيه ايضا سوف تقوم بتيسير دخول جميع جماهير النادي الاهلي متى كانت حامله لتذكره المباراه، هيبقى ده موجود. واحنا كلنا امل ان شاء الله، لان احنا عندنا عدد كبير من المداخل، من داخل من بوابه الرشدان، عندنا بوابه الدرجه الثالثه من عند دار المدرعات، عندنا كل البوابات ان شاء الله هتبقى موجوده مفتوحه من الرابعه حتى الثامنه، وبالتالي ان شاء الله مش هيبقى في اي تاثير عندنا ان شاء الله. واحنا كمان كلنا ثقه في جماهير النادي الاهلي ان هي مش هتلتزم بس بمواعيد الدخول، هي ايضا هتلتزم بالتشجيع المثالي اللي يبني صوره فريده عن جمهور النادي الاهلي اللي متعودين منها دايما، وان هي هتكون معاها المفتاح السحري لعوده جماهير كرة القدم بشكل عام إلى كل الاستادات المصرية، وجماهير النادي الأهلي بشكل خاص إلى الاستادات الرياضية، لأن احنا عارفين إن منذ تاريخ إنشاء النادي الأهلي 1907 جماهير النادي الأهلي لعبت دور رئيسي في كل البطولات اللي احنا حصلنا عليها، وإن احنا ناخد أيضا ثاني أكبر نادي في العالم حاصل على بطولات قارية، ده كان بفضل جهود النادي الأهلي وأيضا بفضل جمهوره العريض والعظيم اللي دايما بيأثر فرقته وبيقدم النموذج والقدوه لكل الجماهير العربيه والافريقيه. دكتور سعد، كعاده النادي الاهلي دايما استقبال الفرق الافريقيه والعربيه افضل استقبال، شفنا ده على صفحه الهلال السوداني وهو بيشيد باستقبال بعثه الهلال السوداني من قبل النادي الاهلي، شفت الاستقبال ازاي وشفت الاشاده من الجانب السوداني ازاي؟ خاصة ان كان في البعض بيلعب على توتر العلاقة. يعني زي ما حضرتك تفضلت يا كابتن اسامة، احنا عندنا على البوابات بتاعة النادي الاهلي ثلاث كلمات رئيسية: تاريخ، مبادئ، تطوير. مبادئ النادي الاهلي ان هو اكبر الاندية في القارة الافريقية، ودايما هو البيت الكبير لكل اندية القارة الافريقية والعربية، وبالاخص الاندية الشقيقة من السودان. والحقيقة احنا لما استقبلنا البعثة السودانية كان في تكليف من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود بتقديم كل سبل الراحه لاستقبال البعثه والاستجابه لكل طلبات البعثه السودانيه. ويمكن احنا ورد الينا خطاب من السفاره السودانيه المؤقره بيؤكد على ضروره فتح صاله كبار الزوار لاستقبال البعثه، وبالفعل تم مخاطبه مطار القاهره. وخليني برضو انتهز الفرصه واخصص الشكر لهيئه مطار القاهره ان هي استجابت ايضا لطلب النادي الاهلي وقامت بفتح طالب كبار الزوار، والامر ده في الحقيقه كان له انعكاس ايجابي على كل افراد البعثه السودانيه وبشكل خاص على القائم باعمال السفاره السودانيه في القاهره الصادق عمر. في الحقيقه اللي قال هو ده عهدنا بمصر، وهو ده عهدنا بالنادي الاهلي كبير القاره الافريقيه، ان هو دايما بيقدم لنا النموذج والقدوه في استقبال ضيوفه وبالاخص من السودان الشقيق وكل الانديه السودانيه الشقيقه. ده كان في تصريح منه بهذا الشكل، وكان في صور ايضا تعكس هذا الاستقبال الحضاري، الاستقبال الذي يليق بمكانه مصر وقيمه ومكانه وتاريخ ومبادئ النادي الاهلي. في الحقيقه ده احنا كنا حريصين عليه. ايضا حتى لما الاتحاد الافريقي بعت لنا قبل المباراه بوقت قصير جدا نتيجه لطلب النادي الهلال السوداني بان اللائحه بعد تعديلها هذا الموسم فقط ان يكون هناك 5% من تذاكر المباراة لصالح فريق النادي الهلال، كان التحرك سريع من مجلس إدارة النادي الأهلي وكان في استجابة سريعة. وأيضا هنا خليني أعيد وأكرر تخصيص الشكر لوزارة الداخلية المصرية، بمجرد جالنا الخطاب واتقفل السيستم واتفعل 50,000 تذكرة طلبنا ضرورة تلبية وتنفيذ مبدأ اللائحة بال 5%، وبالفعل استجابت الداخليه المصريه واستجابت ايضا المؤسسات الوطنيه زي شركه السادات وشركه تذكرتي، وتم تخصيص ال 2400 تذكره لصالح نادي الهلال، بالاضافه الى 100 تذكره مجانيه، الى 100 دعوه مجانيه من قبل مجلس اداره النادي الاهلي. ويمكن انا بكلم حضرتك وانا موجود في النادي الاهلي بعد انتهاء انعقاد الاجتماع الفني وتسليم مسؤولي نادي الهلال 100 دعوه مجانيه من قبل النادي الاهلي، وتوجيههم ليهم خطاب بان هم استلموا ال 2400 تذكره من قبل شركه تذكرتي، وبالفعل هم استلموا ال 2400 تذكره. يمكن احنا كنا حريصين كمان ان احنا نقول لهم ان الدخول هيبقى مصاحب لجواز السفر حتى يتسنى زي حرصنا على جماهيرنا العظيمه جماهير النادي الاهلي. كنا حريصين ايضا ان احنا نوفر معلومات واضحه لجماهير نادي الهلال السوداني حتى تخرج المباراه بالطريقه التي تتناسب، والتاريخ العريق ما بين مصر
والسودان الشقيق والرابط التاريخي نهر النيل في الحقيقه اللي بيجمع حضاره الدولتين العريقتين مصر والسودان. كنا حريصين ان الامور كلها تبقى واضحه، وبالحقيقه ده دايما عهد النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي بيأكد على مبادئه الراسخه بصرف النظر عن اي شيء اخر. اكيد الجزء الاخير اللي حضرتك تفضلت بيه مشكورا، النادي الاهلي لا ينجر الى اي يعني انفعالات يمكن ان تكون خارجه عن قيم الرياضه الاصيله اللي احنا متربيين عليها في النادي. طيب دكتور سعد، قبل ما نقفل معاك محتاجين نطمن على حاله الكابتن محمود الخطيب، واكيد جمهور مصر كله عايز يعرف حالة الكابتن دلوقتي، وهل في إمكانية يا رب بكرة ممكن يكون موجود مع مجلس الإدارة في استاد القاهرة؟ يعني خلينا نقول إن حالة الكابتن محمود الحمد لله مستقرة الآن وبتتحسن بشكل مضطرد، لكن خلينا دايما الكابتن محمود يعني في الحقيقة إحنا بنقص عليه كلنا وبنحمله دايما أحمال كبيرة جدا، وده يمكن اللي بيخلي الكابتن محمود بشكل مستمر بيتعرض لإجهاد شديد. خلينا كلنا على الرغم بنبقى فخورين بوجود رمزنا الكبير كابتن محمود بينا في مدرجات استاد القاهره، ودايما بيدينا الدافع، بيدي للجمهور الدافع، ايضا بيدي للعيبه في الملعب دافع كبير في حضور كابتن محمود. لكن خلينا نسيب كابتن محمود مره واحده ياخد قسط من الراحه، لان احنا دايما بنحمل عليه. يمكن كابتن محمود لما رجع من كاس العالم للانديه كان المفروض مش بس من كاس العالم للانديه، يمكن الجميع يتذكر ان كابتن محمود في رحلته العلاجيه من باريس الاخيره كان المفروض ياخد قسط من الراحه لمده 3 أشهر، ولكن للاسف الشديد كابتن محمود دايما بيأبى ان هو يترك النادي الاهلي ويترك العمل المستمر الجاد يمكن لفترات كبيره جدا جدا، فبيأبى ذلك، وبالتالي بيتعرض لعمليه اجهاد شديد كبيره. وبرضه بعد ما رجع من كاس العالم للانديه بعد اصابته بفيروس كورونا هناك في المغرب الشقيقه، واللي هم كمان قدموا لنا يعني رعايه كريمه الكابتن محمود هناك، واحنا هنا بنتوجه من خلال برنامجكم الكريم ومنصه النادي الاهلي الكبيره بنتوجه لهم بالشكر والجزير. نتمنى طبعا ان شاء الله الراحه التامه للكابتن محمود، ونتمنى ان هو ما يقصوش على نفسه ويتمنى ان هو ياخد قسط من الراحه، لان كابتن محمود بيتحمل كتير على نفسه وبيجي دايما على نفسه وما بيلتزمش بالتعليمات الطبيه. فاحنا ان شاء الله يعني كلنا حريصين على كابتن محمود ان يرجع لنا بالسلامه، وربنا يبارك باذن الله ان شاء الله في هذه الايام الطيبه المباركه ان شاء الله. واحنا بنشكر حضرتك يا دكتور سعد، شكرا جزيلا، ووضحت الصوره كامله لكل الجماهير بصراحه رائع لكل يعني التفاصيل. نشكر الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، شكرا جزيلا، كان معانا على التليفون. نروح لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل مع نجم الاهلي السابق الكابتن ضياء السيد وتحليل فني شامل ان شاء الله لمباراه الغد الاهلي امام الهلال السوداني. انتظرونا ولكن بعد الفاصل.